السلام عليكم. اليوم درت هذا الفيديو باش نصدمكم، ملي غادي تعرفوا الاثمنه ديال السلعه الرباخه وسلعه الكوزينه القصاريه اللي فيها جميع مواد لاي واحد يحتاجها. صاحب هاد البلاط شحال كيبقاو جمله؟ هاد البلاط جمله ما عرفتش منين نبدا ليكم، حيت انا بعدا تصدمت. قبل ما نمشي لهاد القصاريه بنهار، هاد البالا اللي شفتوها دابا شريتها ب 13 درهم وهي دايره 4 درهم. واو، كيفاش غادي نقول لكم؟ يلا ماشي صدمه هادي، ما عرفتش اش نقول لكم، واش نضحك على راسي اولا نشوف شحال انا كامبو. حتى لهاد الدرجه ولاو كيبيعوا لينا السلعه بتمام دوبل. هادشي باش بديت كندير فيديو على هادشي، باش من هنا القدام مول الحانوت اولا اللي كيبيع السلعه بالديطال غادي يولي يربح درهم اولا جوج درهم باش يربح معايا الطوبل. بغيتكم تبارطاجيو هاد الفيديو باش يوصل المغاربه كاملين، ما تخليوش عندكم، نحاولوا نوصلو حيت بيا وبيك يمكن لينا نقادو. هادشي عايقو علينا بزاف، قصريه فيها كاع داكشي اللي خاصكم. الاثمنه طايحه بزاف، فيها بزاف ديال انواع السلعة. هاد السوبيرا دابا كاين فيها ثلاثة بالغطا ديالو، بالغطا ديالها كاين دايرة 4 دراهم، راه قليلة. إلا بغيتي تشريها من شي بلاصة أخرى راه يحسبولك الوحدة بخمسة دراهم، هادشي راه معروف راه عارفينو. المهم هاد القصرية سميتها 15 رمضان، كاينة في درب عمر شارع مليونة، معروف بالسلعة الرباخة بالأثمنة رخيصة بزاف. راه كيبيعو البياسة والجملة للناس اللي باغين يديرو مشروع والناس اللي باغين غير يتقداو. فهميت نصيحة مني، غير سيرو لها، راه واعرة بزاف وفيها بزاف ديال السلعة. بالنسبة للناس كازا راه تجيب معاك 200 درهم غادي معاك الخير والبركة من هاد القصرية، غير وجد شي تريبورتوار. العيالات اللي باغين يعمرو كوزينة، انا جبت لكم قصرية اللي فيها داكشي رخيص بزاف. الناس اللي باغين يبداو بمشروع وحارو شنو نديرو، هو مشروع كيتقامش، ما كيتقامش عليك براس المال كبير. بالنسبة للناس خارج كازا اللي بغا شي معلومة او بغا يجي لكازا، انا نوقف معاه حتى يتقد اللي بغا يتقد السلعة ونصيفطها ليه في المكان في خارج كازا. راه هاد القصرية كيعرفوها الناس قلال، كيعرفوها غير الناس المحلات اللي كيبيعو في بياسة، راكم عارفينو. المهم انا راه خربتها ليكم دابا، حيت هاد القصرية هادي راه فيها ميتة، غير لما بغاش يجي ولي بغا ما يبغاش يتقول. راه هاي القصرية هادي فيها كلشي. ها؟
كسرونة بثلاثين درهم ثقيلة وكبيرة ومش الدريالة بين صحيحة. بغيتكم نتوما تقولوا لي شحال كتاخدوها من بلايص اخرين. كنتمنى الفيديو يعجبكم، انا الحمد لله متاكد بلي غادي يعجبكم، حيت جبت لكم السلعه اللي اي واحد كتخصو، جبت لكم الاثمنه الحقيقيه باش كل شيء يبدا يعرف شحال كتقام عليه اللي عليا درتو. دابا كيبقى عليكم نتوما تبارطاجيو باش هادشي يوصل لجميع المغاربه، تحت شعار لا للتقاليد. وبغيت نقول لكم عاونوني باش نطلع القناة إذا كان ممكن، الله يسهل عليكم والله يسهل الأمور لأي واحد، الله يعاونكم.